مرحبا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا دلوقتي فقرة مميزة مع الناقد المتميز دايما الأستاذ محمود صبري. هنتكلم معاه أكيد في ملف الدوري، خاصة الدوري راجع وراجع بقوة، نتائج على مستوى ممكن على مستوى بعض المفاجآت، كمان مشوار النادي الأهلي، المباراة المرتقبة بإذن الله يوم الجمعة أمام سيمبا، المشوار الأفريقي، دور المجموعات اللي انتهى، مين أقوى الفرق المرشحة إنها تقابل النادي الأهلي لاستكمال مشوار العشرة أهلي. أستاذ محمود بنرحب بحضرتك، منورنا دايما. أنا سعيد معاك كابتن، صح حضرتك؟ الحمد لله متفائل. أنا بحب دايما الضحكة دي في أول برنامج، بعرف إنك متفائل وإن شاء الله الفوز جاي يعني. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمود خلينا نتكلم أولا قبل ما نفتح ملف الدوري، نتكلم على المباراة، مباراة يوم الجمعة اللي جاية وأهداف هذه المباراة. رغم التأهل وصلنا خلاص لدور الثمانية، لكن في أهداف حضرتك من خلال متابعتك لدور المجموعات ككل، أهداف النادي الأهلي إيه في مباراة سيمبا اللي جاية؟ لا هو أهداف النادي هو يعني بص حضرتك، في دروس الفريق الكبير دايما بتعلمها من خلال مشوار الدوري المجموعات، وبتجميع نقاط وبرضه في نفس الوقت بيقدم شخصيته كبطل، بيدافع عن وهو حامل اللقب، فده بالتأكيد بيبقى شيء من متابعة جمهور، يبقى هدف كمان بيشوف الفرقه اتطورت ولا الوضع بالنسبه لها عن بطوله العام الماضي مختلف ولا مش مختلف. بيكون في مقارنات يعني. بيبقى في مقارنات. يعني انت احنا بدانا مع المريخ 2-1 على ما اعتقد او 2-0 3-0 المباراه هنا في القاهره 3-0. 3-0 بعد كده خسرنا من سيمبا 0-1 في المباراه، ودي عملنا علامه استفهام. ايوه. بعد كده لعبنا مع فيتا تعادلنا 2-2، بس الاداء كان يعني الاداء اضهرنا كميه فرص غريبه. صحيح. جدا محتاجه وقفه. رحنا عملنا ماتش مختلف خالص مفاجئ، الناس كلها تكلها ده ما احنا كويسين اهو. ايوه عملنا ماتش 3-0 مع الرقفه برضو في فيتا. بعد كده رحنا المريخ شوط انت ما جيتش فيه خالص، وشوط تاني مختلف ظهرت شخصيه الفريق وكان ممكن تكسب. فانا عاوز اقول لك الحاجات دي بتمر بيها بمراحل، بتخلي برضو اكيد الجهاز الفني، وتخلي برضو بعض اللعيبه اللي مستواها بامانه شديده متذبذب من مباراه اخرى لبعض، مش عارف بيفقد تركيز، يعني بيروح في حته ما بيرجعش، يعني حاجه غريبه برضو ملاحظه على اداء بعض لعيبه النادي الاهلي. مش هقدر اقول كل حاجه اقدر احملها على الاداره الفنيه، يعني ممكن الاداره الفنيه عامله شغل، لكن ايه تراجع المستوى والاداء في الملعب بيبقى رهانه الاساسي قدره اللعيبه وتركيزهم في تنفيذ مهام اللي ايه اللي كلفهم بها الجهاز الفني. المساله دي انت مباراه سيمبا اللي جايه دي مباراه على فكره مباراه مهمه جدا قدام منافس هو متصدر قمه المجموعه 13 نقطه وعامل اداء يعتبر مفاجاه على فكره مفاجاه. صحيح. فهتبقى مباراه مهمه جدا لتحسين تجميل الصوره وتقديم عرض قوي قبل العوده لاستئنافه مسابقة الدوري اللي هو يعني هتاخد فيها فتره، لانه خلاص بعديها بطوله الدوري ابطال افريقيا هتتوقف شويه استعدادا لاجراء القرعه، وهتشوف بقى الخريطه هتوديك فين، ده اللي هنتكلم فيها بعدين. لكن تحسين الصوره وتقديم عرض خوب مهم جدا، ومطالب قدام سيمبا، مطالب انك انت تظهر انه اللي حصل لك هناك كان خارج عن الاراده، وانه درس انت اتعلمته كويس جدا بدليل انك انت لما لعبت هناك في الساعه 3 رجعت لعبت مع فيتا في نفس التوقيت الوضع كان مختلف، لعبت مع المريخ في نفس التوقيت كان الوضع بالنسبه لك ايه مختلف، يعني بقى انت خدت درس من النتيجه 1-0 دي عملت عليك تاثير. تفتكر ايه